منصتي لحقوق الإنسان، السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين المقيمين في المملكة والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا. ولم يحدد المرصد في تقريره عدد الفلسطينيين المختفين قسريا، لكنه نجح في الوصول إلى أسماء نحو 60 شخصا، في حين تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير. ووثق المرصد شهادة 11 عائلة تعرض أبناؤها للاعتقال أو الاختفاء. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من قطاع غزة سيد مصطفى الصواف، الكاتب والإعلامي الفلسطيني. أرحب بك سيد الصواف. كيف نفهم هذه الإجراءات السعودية بحق بعض المقيمين أو حتى الزائرين للمملكة، وآخرهم يعني أشخاص أتوا للحج لأداء فريضة الحج واعتقلوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا والمشاهدين. أعتقد أن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدون داخل المملكة العربية السعودية أو ممن يزورون المملكة العربية السعودية هي سياسة حقيقة غريبة وسياسة غير مفهومة. وأنا في حسب ربما ما لدي من معلومات بأن غالبية هؤلاء لا جرم لهم إلا أنهم كانوا يعملون في المجال الخيري لجمع الأموال للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية. طب لماذا متى بدأت هذه الحملة وما هي أسبابها وأهدافها؟ يا سيدي، ربما ضيفك السابق كان يتحدث عن تحالف ما بين بعض البلدان العربية والكيان الصهيوني، وأعتقد أن هذا الذي يجري هو جزء من تقديم العربون للكيان الصهيوني وعدم إغضابه. ولذلك هذه منظومة أمريكية صهيونية مع الأسف مع بعض الأنظمة العربية من أجل العمل على إحياء هذا الكيان ومحاربة كل من يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني. وكما قلت لك أن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريرة، هم كانوا يعملون في السابق في المجال الخيري ولا زالوا يعملون، ولكن بعد تغير الأوضاع بشكل صارخ في المملكة العربية السعودية بات هؤلاء يشكلون خطرا على السعودية رغم أنه خطر زائف. ولذلك لابد أن يكون هناك عملا كبيرا ومشتركا لوقف هذا التغول من قبل الحكومة السعودية أو المسؤولين السعوديين ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وهذه مسألة ربما لم تحدث مسبقا في أي مكان، وهي جريمة حقيقة يندى لها الجميع. هل إذن هل ترى مغزى من حيث التوقيت؟ لماذا الآن هذه الحملة؟ يا سيدي، أنا أعتقد المعتقلون داخل سجون السعودية ربما لهم أشهر، يعني ربما قبل الموجة التي تحدث الآن، وربما له علاقة أيضا بتهجير هؤلاء من السعودية. وأضف إلى أن هناك عدد كبير أيضا من كانوا يقيمون في السعودية آثروا الخروج من السعودية قبل أن يتعرضوا للاعتقال أو السجن، وربما انتشروا في بلدان سواء كان في تركيا أو في أوروبا. طيب. وهذه حملة في ظني أنها مدروسة من قبل النظام السعودي القائم، وهو العمل على تهجير الفلسطينيين حتى يتم القضاء على موضوع اللاجئين والقضية الفلسطينية. طيب. وأعتقد أن هذه جريمة مرتبة. طيب، بعض هؤلاء المختفين قسريا يحملون جنسيات عربية، وبالتالي السؤال أين السلطة الفلسطينية ممن يحملون جنسية فلسطينية؟ أين الأنظمة العربية أو الدول العربية حيال من يحملون جنسيات هذه الدول؟ يا سيدي، السلطة الفلسطينية هي غائب ولا يذكر في مثل هذه القضايا، ولا أعتقد أن يعنيها كثيرا هؤلاء الذين يجمعون أموالا لإغاثة الشعب الفلسطيني وتدمير، لأن هذه السلطة والنظام السعودي يعتقدون أن هؤلاء منتمون لحركة حماس، وحركة حماس كما هو معلوم لدى الجميع أنها تشكل عداء سافرا أو عدوا
سافرا لهؤلاء كما يدعون، والحقيقة غير ذلك. ولذلك حتى الأنظمة العربية التي يحمل بعض هؤلاء المعتقلين جنسياتهم أعتقد أنها أيضا تشارك في هذه الجريمة وتلاحق هؤلاء. ولذلك الجميع هم سواء في هذه القضية، المهم هو أن لا يتجمع الأموال للشعب الفلسطيني حتى يرفع الراية البيضاء ويستسلم المشروع صفقة القرن والاحتلال الصهيوني. أشكرك جزيلا سيد مصطفى الصواف الكاتب والإعلامي الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف من قطاع غزة. أما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد فاصل قصير.